الكفر هو الجحود والتغطية والستر، هذا من حيث المعنى العام للكفر، فهو الستر والتغطية. ولذا وصف عز وجل في كتابه المزارعين بأنهم كفار، قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع نباته. لماذا سموا كفارا؟ لأنهم يسترون ويغطون البذرة بالتراب. والناظر في كلمة الكفر وفي معناها الذي هو الستر والتغطية يرى أن هناك شيئا مغطى، أن هناك شيئا مستورا، فهل يمكن أن تغطي هكذا؟ أو لابد أن تغطي شيئا، لابد أن تكون التغطية في شيء، وإلا لم يكن لهذه التغطية أثر، بل لا يصدق عليها اسم التغطية والستر. ومن ثم والله أعلم، لأني لم أرى أحدا تكلم فيها، أرى أن كل آية في الكفر تدل على الفطرة، وهي فطرة الله عز وجل لخلقه على التوحيد، لأن هؤلاء الكفار غطوا وستروا الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ثم قال بعدها: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، وختم الآية بقوله: ولا تكونوا من المشركين.